بشكل عام هذه الفصائل ترد، يعني لأنه جزء من اعتبارها، جزء من خطاب المقاومة الذي تروجه، جزء من إحساس القوة الذي تبعثه نحو الجمهور، وهذا واحد من أهم استثماراتها، الرسائل التي تبعثها للجمهور ومقدار تصديق الجمهور بهذه الرسائل. هي سترد، ستقوم بشكل من أشكال الرد، متى، أين، هذا موضوع خلاف، هذا موضوع خلافي، لكنها بشكل عام تعتبر عدم الرد ضعفا. والبيان الذي يعني أصدرته كتائب سيد الشهداء واضح، يعني واضح بهذا الخصوص، أين المكان، الزمان، الكيفية مختلف فيها، لكنه بشكل عام هذه الفصائل لا تنتظر طويلا، يعني هي نجاحها على الأقل، نجاحها العقائدي، نجاحها الدعائي، هي في أنها تضرب الولايات المتحدة، تدخل في مواجهة معها حتى وإن كلفت هذه المواجهة عسكريا.